إطلاق وحديثها حول إطلاق كتاب انتصار الحاجات لا يعني هزيمة الموت للدكتور المرحوم صائب عرقات. تحدثنا عن تفاصيل هذا الكتاب وما يحمل بين ثناياه. الدكتور دلال عرقات ابنة المرحوم الدكتور صائب عرقات، أسعد الله صباحك بكل الخير دكتورة. صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا بك، وبالتأكيد نحن نبارك إطلاق الكتاب المنوي إن شاء الله. وبالتأكيد لربما يتساءل الآن من يسمع هذا العنوان انتصار الحاجات لا يعني هزيمة الموت، برأيك ما الذي كان يقصده الوالد المرحوم الدكتور صائب عرقات باختيار هذا العنوان بداية، وما الذي يحمله الكتاب بين ثناياه؟ شكرا لك. بس انا بحب اوضح بالبدايه للمستمعين والمستمعات انه الكتاب من العنوان للكلمه الاخيره هي قلم وخط صائب عرقات، لم يتم اضافه اي شيء او تعديل اي شيء، وبالتالي حتى العنوان بانتصار الحياه لا يعني هزيمه الموت بتهيأ لي صائب عرقات، وكما حدثني يعني قبل انه كان عم بيحاول يبحث في مفهوم وتعريف للصبر عند الإنسان عندما يتعرض لظروف قاسية في الحياة، سواء كانت بمرض أو بمشاكل أو بتحديات أو عقبات مختلفة. فكان يريد أن يترك للقارئ من بعده تجربته الإنسانية بكل تفاصيلها، طبعا من تفاصيل حياته الشخصية والمهنية والسياسية، ولكن كمريض. يعني هو عكف على كتابة هذا الكتاب مباشرة بعد عملية زراعة الرئة، لأنه يعني مثل ما الكل بيعرفه بيعرف أنه هو يعني جرب تجربة قاسية صعبة جدا. الحمد لله الله منحنا وأكرم علينا بأنه منحه 3 سنين إضافية بعد هاي العملية، ولكن هو كان بحس أنه ربنا أنعم عليه بأن أعاده إلى هذه الدنيا بعد أن فارقها، وبالتالي حب أنه ينقل للبشرية هاي التجربة، يحاول يجاوبنا على السؤال ممكن إحنا كلياتنا كأفراد كبشر نتعرض إلى ونسأل حالنا يوم كيف بدنا نصبر أو كيف بدنا نتحمل ظرف معين إحنا ممكن نعاني منه. يعني ربما من منا لم يشاهد لقاءات كانت قد أجريت مع الدكتور المرحوم صائب عرقات الذي تحدث فيها حول تجربته ومعركته الصحية التي مر خلالها، وربما بالفعل كانت قد أثرت وتركت بصمة في ذاكرته ومخيلته وكذلك في تفكيره، وجاء بهذا الكتاب وبهذا العنوان. برأيك إلى أي مدى دكتورة دلال حاول أي ينقل هذه التجربة ولكن بنفس ربما مختلف عن المعتاد؟ بمعنى أنت تحدثت أن كان العنوان كما هو، لم يتم تغيير أي شيء، يعني لم يكن منشغلا بالأمور اللغوية والتعابير وما إلى ذلك بقدر أن يكون صادقا في نقله لهذه التفاصيل في أي عيش والمواطن أو القارئ من مواطن لمواطن، أكثر مما أن يكون هنالك كما نقول المبالغة اللغوية. بالضبط، شكرا لك. يعني الجمهور بشكل عام بيعرف صائب عرقات السياسي في الساحات البحث صحيح. الدولية صحيح. بالكلام العميق أو الصعب أحيانا، ولكن في هذا الكتاب فعلا هو بتناول الحياة بكل تفاصيلها، بمخاوفها، بسلوكياتنا البشرية، بتحدياتها وصعابها، بكل بساطة، بكل صدق وبكل أمانة. وهذه الموضوع اللي أنا أركز عليه معاكم، أنا سألت حالي كثير. طبعا أنا راجعت الكتاب لما هو انتهى منه بوجوده يعني، وتناقشنا كثير أنا وياه فيه، طبعا قعدت قراءته هلأ كثير قبل حفل الإطلاق. سألت نفسي كثير يعني إيش اللي بده إياه أنا كابنة وكقارئة، إنه شو عم بيحكي، عم بسرد تفاصيل صعب جدا للعقل البشري انه يستوعبها. يعني حتى تفاصيل جنازته هو عم بتخيلها بالكتاب. يعني خلقين القارئ رح يعيش لحظات احيانا مفرحه واحيانا صعبه جدا معاه بالكتاب، ولكن كلها لحظات صادقه ممكن يتعرض لها اي انسان. وبالتالي النتيجه اللي انا استنتجتها انه صائب عرقات فعلا ترك صدقه جاريه عن نفسه للعالمين من بعد خروج الروح. بشوف انا انه هو عم بيحاول يسوي واجبه ومسؤوليته من خلال ترك هاي الأمانة للبشرية من بعده، اللي بحب يتعلم طبعا من خلال القراءة عن تجربة إنسان خاض تجارب كثيرة بحياته. يعني واللي بصلى رح يشوف يعني من ولادة في القدس لزارع في أريحة
لو وصل لكاليفورنيا لبعدين في بريطانيا بحد دكتوراه، بعدين جامعة النجاح الوطنية في نابلس، بعدين منظمة التحرير الفلسطينية، بعدين جامعة هارفرد، بعدين عملية زراعة رئة، بعدين فيروس كورونا. يعني حتى بتطلق لفيروس الكورونا وبحكي صراحة بالحرف الواحد بقول لما أجى فيروس كورونا أنا كنت الأكثر عرضة للموت لأن جسمي بلا مناعة. وبالتالي هو عن جد بحكي بكل صدق، بحكي بكل أمانة، بحكي بكل مهنية ووطنية ومحبة. كل كلمة في الكتاب يعني رح يحس القارئ أنه فعلا طائب عم بيخاطب قلوبنا قبل عقولنا كبشر، بغض النظر شو انتماءاتنا شو ايديولوجياتنا، ولكن كبشر بنحب الحياة أكيد. وهو بحاول أنه ينقل لنا فكرة أنه نتقبل الموت لأن الموت هو جزء من الحياة. يعني هذه حقيقة لا مفر ولا مهرب منها، ولكن ربما إذا أردنا أن نعود إلى السمات والصفات التي كانت بالفعل غالبة ويشهد له فيها من قبل الأصدقاء ومن قبل كل من كان مقربا للدكتور صائب عريقات، أنه يمتاز بطابع عائلي بامتياز، هو كان يحب العائلة ويحب الأجواء العائلية. بالتالي أنت كقارئة على وجه التحديد، إلى أي مدى كان الشعور ربما الذي يخالجك مختلفا بصراحة؟ يعني لست مجرد قارئة أمر مرور الكرام عن هذه الكلمات التي تترك لدي انطباع، وإنما كابنة تقرأ كيف يتحدث عن الموت، كيف يتحدث عن تفاصيل صغيرة. ومن منا لم يشاهد المقابلة التي تحدث فيها بأنه وكأنه انتقل إلى الحياة الآخرة ثم عاد من جديد؟ شعور غريب. يعني حتى أنا كمشاهدة لهذا اللقاء حاولت أستوعب اللي أتحدث عنه من رهبة الشيء بصراحة، من عظم الشيء اللي عاشوا آنذاك بتجربة شخصية، يعني شيء مؤثر فعلا. ولكن أنت اليوم كابنة قارئة لهذا الكتاب، بصراحة ما الشعور الذي لامسك داخليا؟ يعني أنا كنت أمام مدرسة في المحبة، مدرسة في الحياة، ومدرسة في الوطنية. رح تشوفوا كثير من تفاصيل العملية، وزي ما حكى لما نفارق الحياة لمدة 3 دقائق و 20 ثانية، والحديث أطول من المقابلة. في أشياء بيخليها يعني لنفسه، ولكن بشارك يعني كثير كمان تفاصيل مع القارئ أو مع الجمهور. شعوري كان ممتزج يعني، ولحد هلا أفكاري يعني جميلة جدا في بعض المناطق، حزينة جدا وغير خالية من البكاء في لحظات تانية، مش رح أخفى عليكم. لأنه حتى في الكتاب يعني في رسائل عامة وفي رسائل خاصة. يعني معروف جدا هو طبعا يعني كسياسي وكأب وكزوج وكجد وكأستاذ، يعني كظاهرة متميزة بهاي الجوانب جميعها. ولكن في الكتاب هو يعني بيوثق طبيعة صائر في المحبة في كل هاي الجوانب، سواء يعني مع طلابه مع زملائه، من اللجنة التنفيذية للجامعات، في البيت مع زوجته مع أبنائه. بتحدث عن أسماء معينة بتظهر في سطور الكتاب من زملائه من السياسيين أو المهنيين أو الأطباء أو يعني تجارب الشخصية، وحتى يعني أبنائه. يعني بظهر شخصية كل واحد فينا، بيرسل لنا إحنا رسائل حتى من خلال الكتاب. الكتاب عن جد رسالة وأمانة، وأنا بتمنى يعني كما أعتقد أنه هو بتمنى أنه أن ينال إعجاب كل القراء. وأنا بدي أدعو لأي قارئ فعلا أنه ربنا يكرمه بالصبر اللي عم بحاول صائب عريقات يعلمنا إياه. نعم بالتأكيد، ونحن نتمنى أن بالفعل نكون مستمتعين مستفيدين قارئين لهذا الكتاب انتصار الحياة لا يعني هزيمة الموت. نود أن تطلعين أيضا على تفاصيل إطلاق هذا الكتاب بمعنى الزمان والمكان، ومن سيكون كذلك حاضرا لربما مناقشة ما جاء في تفاصيله. شكرا لك. تم إطلاق الكتاب بالأمس نعم في 21 أيلول بضمن معرض فلسطين الدولي للكتاب في صالون غسان كنفاني، طبعا بتنسيق وتنظيم وزارة الثقافة الفلسطينية. كان يعني بالأمس الساعة 1 الظهر تشارك في تقديم الكتاب معالي الوزير طبعا دكتور عاصف مسؤول عن وزارة الثقافة،
وكان معنا كمان دكتور أحمد الطيبي من فلسطين المحتلة، صحيح. وكان معنا كمان اللواء جبريل الروب، وكان معنا كمان دكتور ناصر اللحام. اختيار الشخصيات ما كانش عشوائي، يعني تم اختيارهم كشخصيات فلسطينية وطنية بتمثل فلسطين من قطاع غزة، من الجنوب، من الوسط، ومن الداخل، وبيمثلوا كمان تيارات ومدارس فكرية وأيديولوجية وثورية ووطنية مختلفة، وهم كمان بالمقام الأول أصدقاء ومقربين، وكانوا مطلعين على تجارب الوالد عن قرب، سواء كانت الثقافية السياسية أو الأكاديمية والمهنية. إجمالا نتمنى دائما وأبدا أن نكون في عن قرب بتفاصيل هذا الكتاب، وشخصيا بصراحة العنوان لافت بطريقة ربما تشعرنا بأكثر أننا نود أن نقرأ هذه التفاصيل ونعيشها أولا بأول وكقراء، وبالتأكيد كمسيرة للتعرف عن كثب عن مسيرة الدكتور صائب عريقات، الرحمة كل الرحمة له. وأشكرك جزيل الشكر الدكتورة دلال عريقات ابنة الدكتور صائب عريقات على هذا الحديث دائما وأبدا، ونواصل مع حضراتكم.